غير شعري، رحت سبب. مرير وفرح حسن بلوكات شعر جديدة. مثل ما بتعرفي الأمومة لأول مرة، ستيج جديدة بحياتي، حبيت أعمل نيو لوك. هالأجواء الكولورفل الفريش والمليئة بالبوزيتيفيتي كانت الطاغية على سيفورا إيفنت السنوي اللي حضره عدد من البلوجرز والإنفلونسرز بدبي. هذا الإيفنت من أكثر الإيفنتات المفضلة عندي اللي تصير بالسنة، لأنه كلش أحب يجمعون كل البراندز بمكان واحد، تشوفين شنو الأشياء الجديدة النازلة بالسوق، وخصوصاً ألتقي بصحباتي لأنه ما لحق أشوفهم طول الوقت، فكلش فرحانة بهالإيفنت. ولا كتير حلو، دايما بحب شوف شو في جديد بسيفورا وكل هول البراندز الجديد. Everything looks so good. صراحة سيفورا is all about beauty، وأنا كتير أكيد بحب الميكاب والفرغرنسز، فكتير بتحمس شوف دايما شو بينزل جديد من كل هول الماركات الموجودين، وأنا I'm a huge fan of سيفورا. ومن سيفورا سكواد التقينا جينا وبتول وفاطمة الدوسري. طبعا أنا I love سيفورا، صراحة دايما توصلني أول بأول الأشياء الحصرية واستخدمها، واليوم صراحة I'm very honored أن أكون من سيفورا سكواد سيزن 2. Honestly نحن سيفورا سكواد وسيفورا always يعني بتفاجئنا بـ the most beautiful events. We're so happy. Come true صراحة إنه exposure مع سيفورا كتير benefits us as ladies. It's a nice community كمان. لكن يبدو أن نارين ما كانت جاهزة لها الإيفنت. أنا لو بعرف الإيفنت هالقد حلوة كنت أتليست سرحت شعري، ضبط أظافري، صحيت من النوم ركضت لهم، بس it's so nice، كتير في شغلات حلوة نازلة وعبالي جربها. والملفت كان أنه هالإيفنت شكل عودة لفرح حسن. هاي أول مرة بتعملي انترفيو من بعد ما ولدتي، خبرينا. صح مزبوط، هيدي أول انترفيو من بعد ما ولدت أنا بيلا، الحمد لله تجربة جديدة بحياتي، وطبعاً أعطيت وقت لحالي ولماي بيبي جيرل، وهلأ باك اون تراك، رجعنا للإيفنت، رجعنا لحتى نكمل شغلنا المعودين عليه اللي هو تحت الأضواء، وإن شاء الله مور سكسس إن شاء الله رح يكون موجود بحياتي. وفينا نقول إنه فرح ونارين عملوا ميجر تشينج بالهير لوك تبعهم، خاصة نارين اللي راحت من البراون هير للكوبر. بدنا نقول لك نعيمة على اللوك الجديد، كيف جرأتي تعملي هيك إنه كوبر؟ This is copper right؟ Yes. So كنت صاحية، كانت الساعة 9 الصبح ماني نايمة، أموري معقدة عم فكر فيها، فقلت إنه يا بنت أسهل شي فيك تغيريه بحياتك هو شعرك، روحي وصبغيه، إذا انتزع بتحطي extensions، إذا ما زبطوا extensions حطي باروكة، أي شي بدي غير شعري، رحت صبغ. وفرح اللي بتابعك بيعرف إن شعرك كان كتير طويل وأنتي قصيتي، كيف تجرأتي وأخذتي هالخطوة؟ مثل ما بتعرفي الأمومة لأول مرة، ستيج جديدة بحياتي، حبيت أعمل نيو لوك، بس أنا كنت دايما أقول إنه وين داي من بعد ما تجي أنا بلا عالدنيا بصحة وسلامة، كانت نية إنه to donate my hair at Children Cancer Center هون بالإمارات، ونحن هلا in process لهيدا التبرع. ونحن حبينا نلعب لعبة الأسئلة الموحدة مع الانفلونسرز ونشوف أجوبتهم. فلتر أو نو فلتر؟ فلتر. نو فلتر. نو فلتر. نو فلتر. مع أنه I use filter بس أنه I'm trying not to use filters. حسب. Let's say no filter. Heavy makeup ولا الميكب الخفيف؟ ميكب خفيف. هلا ميكب الخفيف. الخفيف. لا خفيف. Heels or no heels؟ Heels. أكيد. لا sneakers definitely. Heels definitely. Sneakers. أكيد. Sneakers. Instagram or TikTok؟ ما بقدر جاوب على هذا السؤال، ممكن ما جاوب خاف يزعلون مني. Instagram. Instagram. هلا أنت in your case ما فيني أسألك Instagram ولا YouTube لأنه حاطيني لي YouTube. My last question. Wavy hair or straight? Straight hair. Straight. Straight hair لأنه شعري ما يوقف بالwavy، فرح أقول straight. Wavy. بالنص. بين ويفي وستريت.